ما عمرها خلات بالالتزامات نتاعها كمشغل وما عمرها خلات بالتزاماتها وبتحويل الاعتمادات اللازمه للصندوق المغربي للتقاعد كان خلال قبل وانا نتذكر أه قبل أه يعني 96 ولا 97 وكانت اجتماعات مطوله وأثبتنا الحسابات انا ذاك والدولة كانت أدات واحد المبلغ نتاع أكثر من 11 مليار تاع الدرهم في العهد اللي كان فيه السي الله ولا وزيراً للاقتصاد والمالية وصفينا كل الديون والمتأخرات اللي كانت من عند الدولة واللي جات خاصة من خلال السنوات نتاع التقويم الهيكلي وتجاوزنا هذا الأمر الإشكالات اليوم نتاع الصناديق نتاع التقاعد معروفة ويعني يعني الدياغنوستيك تمت مناقشته على جميع الأصعدة ما يهمنا هو أن نواصل الإصلاح هذاك الإصلاح اللي درنا بارامتريك وهو أساسي لابد من مواصلته باش نضمن التوازن المالي لصناديق التقاعد والديمومة نتاعها اليوم السيد رئيس الحكومة رأس مجموعة من الاجتماعات للجنة الوطنية اللي فيها كل المتدخلين الحكومة عندها سيناريو تمت المناقشة والاتفاق مع المركزيات النقابيه في اثناء الحوار الاجتماعي على اننا سنضع على طاوله النقاش موضوع التقاعد طبيعة الحال في اطار تشاركي لان الاصلاح نتاع التقاعد ماشي مرتبط باصدار مرسوم ولا اصلاح قانون ولا بد تكون فيه المقاربه التشاركيه نتاع الفرقاء الاجتماعيين بمختلف انتماءاتهم ولا بد يكون فيه نقاش داخلي عميق ولكن لاساسي وأن الأرضية النقاش اليوم موجودة لما نتحدث عن عجز صناديق التقاعد نتحدث عن سنوات لأن يعني ماشي كنتحدثو على الأيام ولا الأسابيع فالوقت يسير أكيد ولكن العمل تا هو راه ارتفعت الوتيرة نتاعو باش إن شاء الله الصناديق نتاعنا التقاعد نضمنو الديمومة بإصلاحات هيكلية جوهرية تراعي مصلحة الجميع المشغل ولا العامل ولا في ما يخص الاداءات ولكن اللي اساسي هو انه ياخذ من بعد ياخذ لي بونسيون التقاعد بشكل امن